بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أشرف مخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية للجميع وشكرا لقناة ويسلا نيوز على الاستضافة اللي جات بناء على الطلب اللي تقدمت، واللي هو جاهد في الطلب هاد الغيرة وهاد الحرقة على بلادي، وعلى ما نهضرش على الوطن ديالي بصفة عامة، وعلى اللي تنعمل في إطار شعار الله والوطن والمليك وحبي ديالي اللي تنبغي سيدنا الله ينصره ويحفظه ويحفظ الأسرة العلوية بكاملها. غادي نجي ربما يمكن هاد كما تيقولوا واحد المثل العامي اللي فينا ما عندنا، ولكن ديك الحرقه انا راه ما غاديش نسكت، واخا راه هما المهم واحد المجموعه من الناس اللي هما ما عاجبهمش الهضره اللي تنقول ولا اللي تنقول، ولكن انا راني تنعمل في اطار مقتضيات، غادي نعمل تنعمل في اطار مقتضيات الفصل 139 من دستور 2011 مقاربه التشاركيه مع الجماعه، واللي هو غادي نتكلم من بعد بطبيعة الحال اللي هو ماشي ما داخلش في الاختصاص ديالي في إطار مبدأ التفريع النصوصي عليه في الفصل 140 من دستور، هذاك اللي تتعلق بالإدارة العمومية اللي هي خارجة الجماعة الحضارية الجماعة الترابية. هذه من جهة، من جهة أخرى وهو أن هذا الموضوع اللي هو غادي يجي غادي يكون عنده علاقة بشأن تطبيق القواعد الحكامة المنصوص عليه في القانون التنظيمي التنظيمي القوانين التنظيميه الجماعه الترابيه، خاصه الفصل 100 القانون 113 14. انا راني غادي نهضر تنهضر بناء على قانون وعلى توجيهات ملكيه ساميه وعلى الوثيق على مقتضيات دستوريه. هنا غادي نجي نقول المجلس الجماعي برمته، ما غاديش نقول هي ضروري، كاين بطبيعه الحال الرئيس هو المسؤول بطبيعة الحال في المرتبة الأولى على المجلس، وهناك كيف ما بغي يكون الحال هناك دور ديال المستشار الجماعي بالجماعة الحضرية مكناس في إطار مقتضيات 113 على 14 القانون التنظيمي الجماعة الترابية. تنقول بأن هذا تدبير الشأن المحلي بجماعة حضرية مكناس يشكل خرقا، ما خاضعش المبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011. علاش غادي نقول لحقاش فاش تنجي ونقولوا ما متوفرش هذيك المبادئ سميتو، ترجعوا للفصل 269 من القانون التنظيمي رقم 113 14 اللي تينص على كيفاش خصها تخضع لحسن هذاك التدبير الحر، هذا اللي هو خصو يخضع لواحد واحد الشروط، وهو مبدا المساواه المواطني والولوج الى المرافق العموميه، التابع للجماعة بطبيعة الحال، واستمرارية في الأداء الخدمات ديالها، وتكريس الديمقراطية والشفافية والمحاسبة، وترسيخ سيادة القانون، ترسيخ سيادة القانون، احترام سيادة القانون، يجب التطبيق السليم للقوانين، جاري بها العمل، والتشارك والفعالية والنزاهة. هنا غادي نبدا بترسيخ علاش هذا التدبير شأن محلي يشكل خرقا سافرا رفضا للتطبيق أمام عدم خضوعه لمبادئ الحكمة الجيدة النصوص عليها في دستور 2011 التي تقوم الخصوص على احترام مبادئ سيادة القانون والشفافية والنزهة إلى هذا الشيء كاع اللي تكلمت عليه. هنا سيادة القانون أنا غادي نقول تدبير شأن هذا الغريب ما محترمش في المجلس الجماعي ديال الجماعة الحضرية في الناس فين تيتجلى، غادي نوقفوا غادي نبين ونوضح كل وقتة نقطة، وهذا تنطلب من الاخوان ما فيها باس المستشارين كاملين اللي هما تتكون منهم المجلس 61 بما واللي تكمل وهو 61 السيد الرئيس الجماعه الحضريه مكناس، ان تنقول راه احترام سياده القانون ما تحترمش مبدا الاجل الذي يعد من النظام العام، وغادي نقول لكم فين ما احترمش النظام الاجل وما محترمش مبدا الشرط، غادي نبدا ندير الاجل. فسترجعوا الماده 78 من القانون التنظيمي رقم 113 14 تنص على انه يجب المجلس داخل اجل سنه من بعد ما تتكون ذاك المجلس يجب ان 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 يتم تحضير عرض برنامج عمل ديال الجماعه الحاضرين من الناس داخل اجل سنه. اذا
هنا راه داز السنه وداز الدوره د اكتوبر، خير يدري على ذلك. ليس هناك الا غايه يومنا هذا وفي هذه اللحظه وفي هذا النهار يوم 19 يناير، لم يتم نشر ولا وجود لبرنامج العمل لجماعه مكناس ما بين الفتره ما بين 22 و 2027. هنا غادي نوقف هنا على هذه العمليه، وغادي نقول بان ماشي ما كانش، كانت واحد الاشاره ليه، واللي هو غادي نجيو هنا علاش طرحت التساؤل وعلاش جبت هذا الموضوع، لحقاش ما تمش العرض ديالو. فعلا تم بناء على واحد الخرجات الاعلاميه اللي هي هدرت وعطيت واحد مجموعه المقترحات وكان خاص برنامج، وفعلا دارت الاستجابه وخدا رئيس المجلس الجماعي سواء قرار جماعي او قرار انفرادي او المكتب او خدا واحد البادره اللي هي كانت بادره طيبه، وراه هناك الخرجات الاعلاميه على ما تشهدوا على ذلك، وهو خرج بواحد البرنامج عمل لجماعه مكناس في اطار المقاربه التشاركيه في 2022 2027. ها هو ماشي انا سمعته، وها هو البرنامج ديالو اللي كان نهار السبت 25 يونيو 2022 اللي تم هذاك اللقاء، تم استدعاء رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب وموظف كل مصلحه وممثل عماله ورشه عامه، واللي هذا اللي دارت في فندق عبر المحيط. هذه الحكامه داخل الجماعه، اللقاء التشاركيه جات من الاعلام، ورشه عامه كذلك المنابر الاعلاميه اللي تمات كذلك في فندق عبر المحيط يوم 27 يونيو 2022. داروا كل واحد عطى الاقتراحات ديالو، عطاو الاراء ديالهم. كاين نهار 28 يونيو ورشه عماد الاحزاب السياسيه والنقابات، ممثلو احزاب السياسه ممثلو نقابات حضروا حتى هما في فندق عبر المحيط. جاء المجتمع المدني يوم 29 يونيو 2022 اللي دار واحد المجموعه من الورشات بما فيها ورشه الاستثمار والتشغيل ورشه التعليم والثقافه والرياضه، وهذا واحد المجموعه اللي جات تدخل فيه فئه مستهدفه هي الجمعيات الوازنه عبر المحتلف الوازنه عبر دعوتها اللي هو مكتوب في هذا البرنامج. هذا نهار 29 هناك بطبيعه الحال كانوا الناس اللي كان هو المقرر، وكان هذا الشيء، هذه الورشات اللي تنهضر عليهم اللي كان مكتب الدراسات هو اللي تكلف تحت اشراف ديال مكتب الدراسات، اللي هو اختاروا الرئيس او اختاروا مكتب سميتو، المهم اختاروا المجلس اللي جا وحضر الممثل ديال مكتب الدراسات. هنا عاود دار واحد اللقاء يوم الخامس 30 يونيو، والمهم الى اخره دار عبر المحيط هذاك المجتمع المدني كان دار في القصر البلدي، واللقاءات الاخرين اللي هما تموا اللي انتهى في 6 يوليو 2022. هذا برنامج العمل، هذا لقاء تشاوري مزيان. حنا استبشرنا واستبشرت الساكنه، انا واحد من الناس اللي استبشرنا وقلنا هذا كاينان صالحه وكاين الجوده، راه غادي تكون ان شاء الله بحول الله الجوده في الخدمات في الجامعه الحضريه من الناس. لكن في فجاء شهر 9 كملت السنه وهم لم يتم عرض برنامج عمل. هنا ولات توضح، حنا تنقول لكم بان هنا اصبح التدبير الشان المحلي بجماعه الحضريين مشمول بالغموض والابهام وعدم توضيح، وما خاضعش للمبادئ الحكم الجديده، هو ما تحترمش مبدا الاجل. هذه الاولى، مبدأ سيادة القانون لم يتم المجلس إلى غاية يومنا هذا لم يتم خضوع ممارساته لمبدأ الشرط المنصوص عليه في المادة، مبدأ الشرط المنصوص المحدد بالمادة 183 من القانون التنظيمي رقم 113/14 الذي تنص على أنه يجب تحديد هي الميزانية طبقا لبرنامج العمل. الميزانيه ما دارتش، دارت الميزانيه اللي حطها الرئيس واللي هي ما عندهاش هذاك الشرط. اذا اللي هو فاش تنقولوا مبدا الشرط، راه تنقولوا لما توفرش واحد الشرط راه يعد من الناحيه القانونيه ومن الناحيه القانونيه يعد باطلا. غادي نعطيكم القواعد القانونيه اللي كاينه في قانون التزامات العقود شنو هي. هو كاين البند الثاني بالفصل 403 او 401 لا يسوغ للزوج الا حدد القانون الداخلي واحد الطريقه باش يمكن له يتم خصو يخضع ليها. هنا فاش نرجعوا للفصل 306 من قانون التزامات العقود، الا ما توفرش فيه ذاك الشرط اذا راه يعدو باطل، يعتبر باطل بقوه القانون، لحقاش ما توفرش فيها الشرط ما كاينش. هذه من جهه، هذا راه مازال نقولها انا، ما غادي نقول هذا الشرط، انا غادي نقولوا واللي هو سبق حتى المجلس السابق
المجلس السابق اللي هو كان تيترسو السيد الدكتور عبد الله بوانو البرلماني حاليا ديال مدينه مكناس، اللي هو في تصميم تهيئه المدينه العتيقه، تصميم تهيئه المدينه الجديده اللي تمت المصادقه عليه في شهر غشت 2021، تم تهيئه امام خضوعه لمبدا الشرط المحدد بالماده 18 من قانون التعمير رقم 1290، الذي تنص على انه لا يجوز عرض تصميم تهيئه الا بعد الحصول على مقتضيات توجيهات سميتو توجيهات العمرانيه لوصدو لو شيما ديريكتور دامناجمون اوربانيستيك. هذاك لو شيما دامناجمون اوربانيستيك ما تم الحصول عليه وتم المصادقه عليه حتى قبل صدقوا عليه في المجلس وتم الحصول عليه، ما عنيناش هذا. دابا تنعطيكم دابا انا مبدا الشرط، اذا هذا مبدا الشرط ومبدا الاجل. اذا هنا انا غادي نوقف هنا، انا غادي نجي غادي نطرح واحد مجموعه من الاسئله للمجلس الجماعي لحضره مكناس في اطار مقتضيات 277 من القانون التنظيمي الجماعات الحضري 113/14 متعلق بالجماعه الترابيه. شنو تايقول؟ تيقول هذا القانون التنظيمي يجب، هو انا ماشي انا المهم غادي نطربش غادي نولي نجبدو غادي ما فيها باس، التذكير تنشر في الجريده الرسميه الجماعه الترابيه القرارات التنظيميه الصادره عن رئيس مجلس الجماعه. واش تم نشرت هذه القرارات التنظيميه الصادره عن رئيس الجماعه مجلس الجماعه والقرارات المتعلقه بتنظيم اداره الجماعه؟ واش كاين شي قرار بتنظيم اداره الجماعه وتحديد اختصاصاتها؟ واش تم النشر ديالها في الجريده الرسميه؟ قرارات تحديد سعر الاجور عن الخدمات، قرارات التفويض، واش كاينين شي تفويضات اللي هو تم سلمها الرئيس المجلس الحالي وتم نشرها في الجريده الرسميه؟ انا راه ماشي انا اللي قلت هذا لفظ مقتضيات 277. القرارات التفويض والقوائم المحاسبيه والماليه المشار اليها في الماده 175، راكم غادي ترجعوا للفصل 175 وغادي تشوفوا القوائم. اذا هنا انا بالنسبه لي انا راه مازال ما عرفناش هنا واش هذا الشيء منشور ولا ما منشورش، حيت تنقولوا الا كان ما منشورش راه تنقولوا بان لم يتم هذا المجلس الجماعي لم يتم احترام مبدا النشر المنصوص عليه في الفقره ما قبل الاخيره 6 دستور 2011 التي تنص على مبادئ النشر ملزمه، باش غادي يمكن نعرفوا غادي كنا نعرفوا هذيك القرارات التنظيميه وهذاك الشيء القرارات التنظيميه ودوك القوانين نكونوا عارفين على بينه، باش يكون هو المجلس على تيحترمها والمواطن تيحترمها والموظف تيحترمها والجميع الادارات تحترمها. ايضاً هذه الميزانيه وعلاش درت هذه الخرجه؟ هذه الخرجه اللي هي الخرجه الاعلاميه اللي تنهضر عليها دابا، وهو ان داز دور اكتوبر وما تمش سميتو وما تمتش المصادقه على الميزانيه. بالرغم من جميع المحاولات اللي قاموا بها ما تمش المصادقه الميزانيه، واللي هي لو تقول دخلت في لاماس بان اذا قطار التنميه ديال مدينه مكناس اصبح معلقا بدون ميزانيه، ولحقاش ما كاينش برنامج اعمال. كيفاش في نظركم كمجلس الخزينه العامه غادي تجي والقانون التنظيمي راه تينص في الوقت فاش تدير الميزانيه راه تتمشي للخزينه العامه باش غادي يمكن له يبدا يسلم الفلوس الا كاينين شي ميزانيه على حسب الالتزامات هذيك الميزانيه مصادقه عليها؟ إذن هذيك الميزانيه غير مصادقه عليها الى غايتهم الى هذا، هي اللي طرحت وهي اللي طرحت واحد المجموعه وهي اللي تطرح واحد المجموعه من الاشكاليات واحد المجموعه من التساؤلات لدى الساكنه اللي في مكناس ولدى المستثمرين. هذه من جهه. انا اللي غادي نجي نقول غادي نجي نقول مازال غادي نطرق على واحد السياده القانون مازال غادي نطرقها. اذا هذا البرنامج ديال العمل فين هو؟ انا تنطرح كسؤال، فين هو هذا الملخص؟ فين هي النتيجه ديال هذا البرنامج العمل اللي قامت به مكتب الدراسات اللي تم تعيينه وتم استدعاء واحد المجموعه وتم تفعيل مقتضيات الفصل 140 تفريع مبدا التفريع النصوص عليه في الفصل 140 دستور 2011 اللي جاوا فيه واحد المجموعه من المصالح الخارجيه وعطاوا الاراء ديالهم وعطاوا واحد المجموعه المنابر الاعلاميه مجتمع مدني واحد المجموعه اللي عطاوا واحد المجموعه من الاقتراحات. شنو هو الملخص وشنو هي الدراسه الاوليه اللي هي دارها مكتب الدراسات لحد الان؟ انا مازال لا علم لي واش تم دارت واش تم عرضوها واش تم عرضوها على 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 اللجنه واللجنه المكلفه ببرنامج عمل واش هذا. اذا انا بالنسبه لي انا غادي نقول لكم بخلاصه القول ما تمش احترام، راه غادي نقولها بكل 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 صراحه بان الحق لقد سقط من رئيس المجلس، ما بقاش عنده الحق باش يمكن له يدير برنامج عام تطبيقا لمقتضيات الفصل 511 من قانون المسطره المدنيه. تيقول لك في الوقت باش ما تحترمش الاجال، اذا ماشي غادي نقولوا راه ما غاديش يدار البرنامج العام، يدار برنامج العمل. اذا هنا فين تنوجه؟
هنا تنوجه المعارضة وتنوجه دوك الأغلبية اللي هي ما صدقوش على الميزانية. هذيك الأغلبية اللي ما صدقوش على الميزانية علاش ما أخذوش البادرة ديالهم وناضوا وطالبوا باش دار برنامج عمل من طرف الموظفين ويديروا دورة استثنائية ويتخذ قرار ويتوجد برنامج عمل وباش تخرج المدينة ما سموها هما باللوكاج. أنا ما غاديش نقول نسميها باللوكاج لحقاش أنا ماشي خبير باش غادي نقول خبير في السياسة، وإنما أنا كمواطن وكملاحظ مهتم بالشأن المحلي ما غاديش يمكن لي نكيف أنا هذا ما يجري حاليا بالبلوكاج نهائي أو الغير نهائي. إذن هنا تنحمل مسؤولية وفاش نرجعوا فترجعوا القانون التنظيمي. هناك المعارضة راه هو الفصل 27، فصل 27 راه إحدى اللجان، من إحدى اللجان تتعطى المعارضة. أنا ما فهمتش في الوقت فاش كاينة هناك أغلبية اللي هي ما وافقتش على الميزانية علاش ما خدتش البادرة وعلاش مازال ما خدوش البادرة إلى يومنا هذا باش ما خدوش باش يوجدوا برنامج عمل باش توضح الرؤية، توضح الرؤية للساكنة ديال مدينة كناس، توضح الإدارة بالنسبة للخزينة العامة، توضح الرؤية بالنسبة للإدارة العمومية، توضح الإدارة الموضوع ديال الاستثمار بمدينة كناس. هادي هذا هو هنا انا ما فهمتش هنا دابا ان تقول هنا هو الدور ديال المستشار الجماعي. واش دور المستشار الجماعي تيتسنى حتى يجي يعطيه الرئيس؟ راه من حقه كمعارضه، من حقه كمعارضه يطالبوا الداخلي بتطبيق سياده القانون، بترسيخ سياده القانون واستمراريه الاداه الخدمه اللي هي هضرت عليها تطبيق الحسنه. اذا هنا واش عندهم برنامج عمل؟ شنو هو الاطار ديال النظام؟ واش لورغانيغرام ديال الموظفين الاداره واش غادي تبقى هكا اللي هو كان يسبقني ومازال تنقولها واللي هو دارت على اساس بان وطلبت ومازال لازلت اطلب ما حد مازال ما دارش برنامج، مازال تنطلب باش يدار شباك وحيد باش تكون الشفافيه والنزاهه اللي هي هضرت عليها، يدار شباك وحيد في داخل تقريب المواطن ويدار شباك وحيد في المقر ديال القصر البلدي ديال جميع الخدمات ويجي ما يبقى قسم التعمير في الهديم وقسم جوا اخرين وقسم هذا يتجمع كل شيء في ديك المنطقه هذيك المكتبه اللي هي ما تيجيولهاش ما تيجي ولا كاينين طلبه، كاين مرافق عموميه، كاين بنايات تابعه للجامعه بما فيه المقر ديال جامعه الزيتونه سابقا، بما فيه واحد مجموعه من المقرات اللي غادي يمكن له كاين واحد المرافق اللي هي غادي دار، ولكن هذيك الاداره تجمع قسم التعمير يتجمع. انا هنا تنطرح سؤال علاش ما باغينش يجمعوا الشمل؟ واحد الله يجمع شملنا كان دار تيقول هذا خير يا رمضان تنهضر معكم هذا خير بواحد اللغه اللي هي بسيطه والدور ديال المستشار هذا نخري. هذه الاولى تنجي علاش انا قلت هذا الشيء؟ علاش هنا دابا انا تنقول انا ما تنقولش بين تنقلش من القيمه الحقيقيه والكفاءه ديال السيد رئيس الجامعه الحضري كناس الاستاذ جواد بحجي، راه عنده كفاءه واللي سبق لي تكلمت عليه دار خيري، هو رجل من رجالات الدوله واللي هو معين مرسوم حكومي في واحد القطاع دار خيري معين في الاستثمار الاستشاره الفلاحيه. هنا تنقول راه ماشي هو بوحدو، راه فاش ترجعوا حتى للدور فاش تنجيو نقراو القانون التنظيمي، هذا القانون التنظيمي ديال الجامعات الحضريه الجامعات الترابيه 113-14 فاش تنجيو نقراوه راه حتى النواب ديالو لا سيما النواب ديال المكتب ديالو هناك ناس اللي عندهم كفاءة، وعلى راسهم النائب الاول عنده واحد الكفاءة وعنده حسن نية وعنده يمكن له وعنده على اطلاع والمام بمجموعة من القوانين بصفته عنده واحد الخبرة ديال فوق 30 سنة، واللي هو عنده كبرلماني للمرة الأولى والمرة الثانية، واللي هو أنا مازال تنقول وعنده حسن نية اللي هو في الوقت فاش تيجي تيبغي ياخذ القرار هذا الخيري تيتحلى وتيحيد من 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 تيكيت من تيكيت بوليتيك من ذاك الرمز السياسي اللي هو عنده وتيتاخذ وتيشوف. هنا تنشوف انا تنطرح سؤال هنا على البرلمانيين اللي هما كاينين في المجلس الجماعي ديال كناس واللي عندهم خبره عاليه هذا الخيري في ميدان التسيير، علاش انا ما فهمتش علاش ما حطوش وفي التشريع؟ علاش ما مازال ما لقاوش الحل ولا واش ما لقاوش ولا ما بغاوش ولا ما فهمش؟ واش باغيين يخليو الساكنه ديال كناس تبقى عايشه في هذه الدوامه اللي حنا غير موضوح؟ ولا سيما ان راني مازال غادي نقول يجب الوقوف عند مقتضيات تصميم تهيئه، مقتضيات تصميم تهيئه اللي هو تصدق عليه في غشت 2021 ديال مدينه مكناس، ماشي المدينه العتيقه ديال مدينه مكناس. واش بدات العمل؟ واش بدا الرئيس الحالي القيام بالمهام ديالي المنوط ليه بمقتضيات الماده 19 من قانون 1290 كما تنصوا عليه الماده 28 من قانون 90 تيقول لك هذاك البند الثاني والثالث شنو هي الطرقات والمناطق الخضراء واش بدات يعمل فيها؟
هذا دابا هذا سؤال في اطار المقاربه التشاركيه. اذا حنا راه بغينا نعرفوا بغينا ننشر بغينا بزاف المعلومات اللي هي خاصها تحط ورا تقول بان خاصها تبدا تحط هضرنا على النشر. اذا هنا فاش تنجي ولا اداره ما كاينش، واش كاين الرئيس ما كاينش، واش كاين شي مستشار ما كاينش، واش كاين، فحنا ما عندناش الحق الموظف تيعطيك المعلومه وتيعطيك الاوامر اللي هي عنده تيقول لك شوف سيدي مع الرئيس هو اللي غادي يسنيك الرخصه ولا ماشي هو اللي غادي يسنيك الرخصه. هذه من جهه. انا غادي نهضر واللي هو سبق لي تكلمت في واحد القناه التميز واللي هو تكلمت على 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 واحد المنطقه اللي كنت سميتها انا كورنيش، هي في المنطقه الطريق ديال مولي دري الزرهون في البلاصه فين كاين المعمل ديال الازبال سابقا تصفيه تكرير الازبال اللي مسمى ليطون انذاك اللي تيجي في الجنب ديال 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 ديال, ديال السكه الحديديه اللي مفروقه بيننا وبين دخيسه، واللي طلبت انا باش غادي يدير واحد المنطقه سو فور دين كورنيش منطقه صناعيه اللي غادي دار واللي هي نسقوا مع الجماعه الترابيه ديال دخيسه. درت هذا استبشرت اخيرا مؤخرا عن خلال الاخبار في المجلس المستشارين تمت المصادقه على انه سوف يتم جميع تعميم جميع الاقاليم باش ان غادي تخضع غادي دير واحد 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 المناطق صناعيه اللي غادي تحاول تجمع فيها واحد المجموعه من الميادين باش غادي داك الشيء داك التكتلات اللي هي تتكون في الداخل في وسط المجال الحضري غادي تحاول دير. وعلى ما ما قرأته واش البارح او مساء البارح او بعد البارح او اليوم لا اتذكر بالضبط، وهو ان دار واحد 40 هكتار ربما يمكن في النواحي ديال مراكش يمكن في النواحي ديال المنطقه ديال تنصورت اللي هي غادي دار فيها واحد المنطقه اللي هي غادي تجمع فيها واحد المجموعه من هذا، وهذا هو اللي كنت هضرت عليه انا باش غادي دار باش دار فيها دار الكورنات دار الرحبات دار كذا دار بلاصه الكرافيت. هنا غادي نجي نهضر على الرحبه بالله عليا، انا قسما بالله الا في الوقت فاش اليوم كنت مشيت للرحبه اللي هي متواجده بجانب قرب المستشفى سيدي سعيد، واللي لقيت واحد المجموعه فوق الارض له واحد الوعاء عقاري ضخم اللي هو تابع للجامعه حضريه اللي قبلت اللي راك واحد واللي راك جوج المجموعه السكنيه مسمات راك واحد وراك جوج تابعين للمنطقه ديال سيدي سعيد، ونزلين فوق منهم واحد الشاحنات واحد المجموعه من الكاميونات. واش نقول لكم ماشي 10 ماشي 20 ماشي 30 ماشي 40 ماشي 50 ماشي 60 كاميون واقفين، ما غاديش نقول الركود ما غاديش نقول كذا، وانما انا ما فهمتش دابا انا واش لداخل المجال الحضري مازالين غادي نبداو نجمعوا الكاميونات ونحطوهم وحنا تنقلبوا باش نخرج من التلوث واللي هو هضرت باش يبداو يدخلوا فين غادي يبداو يلقاو فين غادي يبداو يغسلوا واللي هو هضرت فايت هضرت لي على الرحبه. هذا دابا من جهه اندز تعاود جيت للمنطقه ديال الشيخ الكامل واللي هو انا تنقول لكم هو الناس هنا انا هنا راه تنقول بان راه تيضربوا في الاراء في القرارات ديالهم تيهضروا على حمايه الموروث التاريخي الذي تمتاز به المدينه العتيقه لمدينه مكناس. واش هذيك المنطقه اللي هي جات بجوار الضريح ديال الشيخ الكامل ولي الشيخ الكامل واش هذاك المحيط وهذاك الفضاء واش ما تابعش المدينه العتيقه؟ تابع المدينة العتيقة، وجيلوا دخلوا ما بين المدرسة ديال عمر بن شمسي وما بين طاح الثانوية الإعدادية بن حسين، وتتزيدوا تلقى واحد الديبو اللي هو الدار تعطى لشركة النظافة، أنا ماشي ضد شركة النظافة، شركة النظافة مشكورين تيقوموا بالعمل ديالهم تيجمعوا النفايات ديالهم، لو ما هذا راه تيقوموا بواحد التدبير لهم مفوض، ولكن تعطاتهم واحد المساحة، واش هي ديك المساحة واش مكناس ضيق؟ حتى انا ما كاينش راه كاين خليوه حتى يتلقى الحل، عطيهم مؤقتا في البلاصه فين كانوا الطوبيسات فين كانوا الحافلات النقل فين كانوا كذا. اذا ماشي واش نتوما جايين حاطينهم في القلب النابض في القلب فول داخل في وسط المجال الترابي ديال المدينه العتيقه، باش واش حنا دابا تنهضروا على الموروث الثقافي واش غادي نجيو حنا دوك السياح حنا بغينا نجيبو نهضروا على السياحه ونهضروا على الموروث اللامادي اللي متواجد بجانب خارج المحيط الخارجي ديال التقويصه ديال باب جديد ديال ضريح الشيخ الكامل تلقاو هذا. وتنعاود نزيدوا لجهه الرحبه القديمه ماشي الرحبه اللي كاينه حاليا، الرحبه القديمه اللي كاينه نيت بجوار السوق ديال الدجاج واللي هو كاين تلقاو عاود واحد المستودع خاص واحد الاداره عاود خاصه من شركه النظافه. انا هنا واش تنقول شركه النظافه هذيك راه سيت اون اندستري، راه تلقى واحد عنده 20 ولا 30 ولا 40 واحد شكون هذوك فاش يجمعوا الازبال دوك الترويات دوك السطول الكبار اللي هما كاينين تيجمعوا فيهم حاطينهم في داك هنا، واش هنا السياح حنا غادي نبداو نجيبوهم؟
انا راني نطرح انا واحد المجموعه، فين هي البيئه؟ فين هو التنظيم؟ اذا هنا تنقول انا سوء التدبير. اذا هنا في هنا انا غادي نوجه، انا غادي نوجه الا كانت الا كان الا كانت لجنه المرافق العموميه مسنده للمعارضه، انا راه المعارضه انا تنقول راه لا ديمقراطيه بدون معارضه قويه، راه المعارضه خصها تقوم الدور ديالها. اذا يجب اللي هو سبق لي وتكلمت واللي ربما يمكن هضرت وتكلمت باش يكون الجرد ديال ممتلكات الجماعه. علاش ممتلكات الجماعه؟ راه ماشي جرد من اجل غير بغينا باش يدار الوضوح ويدار الممتلكات. انا عندي راي، كاينين خبراء في الاقتصاد، كاينين خبراء في واحد مجموعة من الميادين. هذاك الوعاء العقاري اللي متواجد في جنب الرحبه اللي هضرت عليها دابا، واللي متواجد في الساحة اللي مطلة المجاورة الملاصقة للدار الشيخ الكامل، راه غادي يمكن لهم يديروا واحد التقييم ويشوفوا واش غادي يمكن لها ترد واحد المردودية من الأموال. إذن هذيك راه أموال طائلة اللي هي لا تستغل من زلين حنا فيها يالله الكاميونات والحافلات. إذن هنا خصنا نرجعوا تسميل المرافق العمومية وهذيك الممتلكات الجماعة. هذه من جهة أخرى غادي نرجعوا للرحبة القديمة اللي كانت اللي بالجوار زيت البزازين اللي الصغريب، وانا مازال تنقولها وتنطلب تنقولها بكل صراحه، اللي هو كانوا حوانت اللي هما كاينين حتى في اذا فيه واحد الحوانت اللي هما انا تنشوف تنطرح سؤال كيف تم ترخيص لهم ببناء الطابق الاول والطابق الثاني فوق الحانوت وداروا دروج وفوق الملك ديال الجماعه. واش دارت الصدوره ورخيصه لهم؟ واش تم هذاك البناء من المال العام؟ واش تم البناء من المال الخاص ديال دوك الناس اللي كاينين دوك الحوانت؟ والا ما كانش، انا ما تنقولش هذا، الا هو كان خاص هذاك الجرد ديال الممتلكات دار لجنه ديال التقويم وتخرج وتقوم كل مرفق كل 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 ملك اللي هو تابع للجماعه اللي هو مكري ومكري بواحد الثمن بخس يجب اعاده النظر فيه تطبيقا للمدونات الكراء التجاريه المنصوص عليها قانونا. إذن هنا ربما يمكن إلا بغينا نقلبوا على المداخيل وتنمية المداخيل، إذن هنا كاينين محلات اللي هما مكريين، ما غاديش نقول جيت فندق العوادة اللي هما كاينين مكريين، وما غاديش نقول أنا ما عرفش لحقاش ما كاينش وضوح. أنا مازال تنقول ما كاينش وضوح، ما كاينش المعلومة ما تنوصلوش. كانت غادي نعطيو حنا اقتراحات، المحلات اللي مكريين ب 80 ولا 100 درهم ولا 120 درهم ودرهم خير، وكان يمكن لهم يوصلوا حتى 300 ولا 400 درهم إلا جينا درنا هذه العملية، إلا درنا غير 1000 حانوت هير 1000 حانوت اللي هي متواجده وربما يمكن تبع الجماعه تزادت هي 200 درهم، راه 200000 درهم اللي غادي تزاد في الشهر الجماعه كمدخول. غادي دير فاش غادي ديرها؟ راه غادي دير هي 240 مليون ديال السنتيم اللي غادي تزاد في المداخل ديال الجماعه الحضريه. اذا هنا شنو هو الدور المستشار الجماعي من الجماعه الحضريه ديال مكناس؟ واش هو تيبقاو نتسناو حنا داخلي؟ انا دابا علاش هضرت دارت لحقاش؟ راه دارت 15 ولا 16 شهر، حنا مازال ما شفنا حتى شي حاجه على ارض الواقع، وما شفنا حتى شي حاجه اللي هي كاين. حنا غير حنا غادي نديرو. اذا فاش نرجعو على تسيير الاداره، انا تنقولها من هذا المنبر، انا ما فيها باس المستشار الجماعي راه خصو يكون على اطلاع وعلى بينا وعنده جميع المعلومات المتعلقه بتسيير ديال الجماعه. انا ما تنقولش باش غادي يقرر، انا بالنسبه غادي نعطيكم على سبيل المثال بالنسبه للتعمير باش غادي نعرفوا واش هذاك القسم واش غادي في الجوده، واش غادي مساهم مزيان وغادي خاضع لمبادئ الحكم الجيده ولا ما خاضعش. اذا هنا شنو هو الاقتراح ديالي؟ بسيط، كل دوره يتم عرض هالطلبات اللي تم الرفض ديالهم، هالمبررات ديالهم علاش تم الرفض ديالهم، هالمداخل الاخرين اللي هما تم المصادقه عليهم، هالناس اللي جاو دار الرخص ديالهم، ها هادو علاش ما جاوش دار الرخص ديالهم، تطبيقا للقانون قوانين التعمير. انا راه تنقول هنا باش غادي يمكننا نعرفوا علاش جبت هذا الموضوع. انا مازال جبت هذا الموضوع، انا غادي نقول لكم بان لم يتم احترام سياده القانون بالجماعه الحضريه مكناس، وانت قولها الميف ديالي. انا سبق لي وتنكلم، انت تكلمت ومازال تكلمت وتكلمت في الاسبوع الماضي بانني عندي طلب 19/5/2016 لنهار 19/1/2021، اليوم غادي يكمل 80 شهر، اليوم كملت 80 شهر وما عنديش قرار.
ما عنديش قرار. إذن هنا ملي ما عنديش قرار، إذن هنا علاش قلت لكم أنا هذيك اللائحة خاصها تكون؟ إذن هذاك علاش ما عنديش قرار؟ هنا أنا تنقولها ما عنديش قرار. المراسلة الذي تؤكد ذلك واللي يوضح ذلك، وهو أن المراسلة الصادرة عن مؤسسات الوصية المملكة تحت عدد 20353 بتاريخ 23/12 التي تؤكد فيها الوكالة الحضرية على ولات سميتو وعلى أن المراسلة 5107 ما هي إلا مجرد مراسلة من أجل الإخبار بالآراء، وعلى المراسلة الصادرة عن رئيس الجماعة اللساني فيها الأستاذ جوال بهجي حاليا بشهر 12/2022 على أن المراسلة ما هي إلا مجرد مراسلة من أجل الإخبار. وهذاك الإخبار سبق لي وعطيته الوثائق المكملة 18 وثيقة اللي عطيت 3/6/2019، عطيته تنبيه له بأن ذاك الشيء اللي قالوا أعضاء اللجنة ما صحيحش. ها هي الوثائق ديالي. إلى يومنا هذا مازال ما توصلتش بالقرار واللي هو شهد فيها شهر 12. إذن هالولا إذن هنا شنو هو؟ إذن هنا حيت نقوله ما عطانش القرار، إذن أنا غادي نقوله بأن راه تيرف هنا لحد الآن راه هناك ثابت الرفض لتطبيق مقتطفات مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وإياه بمناسبة عيد العرش لسنة 2017، الذي ينص على أنه الواجب يقتضي أن يتلقى المواطن داخل أجل معقول أجوبة مقنعة وتبرير من شكاياتهم ولو بالرفض. أنا راه ما عندي لا رفض ولا وجود. وعاد رجعوا الفصل المقتضيات الخطاب ديال سيدنا الله ينصره ديال سنة بمناسبة العرش ديال 2018 اللي هضر على اللي تكلم فيه على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، واللي هضر عليه القانون 55/19 متعلق بتبسيط ومساطر الإجراءات الإدارية اللي هضر في الباب السادس مبدأ اعتبار سكوت الإدارة. أنا راني كتبت له في تكلمت لي وما زلت اللح وراني ما أسيد الرئيس راني ما زلت أقول راني ما غاديش نتنازل على حقي، أنا بازل راني غاديش نتنازل حقي، ما بقيتش القرار الرفض. أعطيني الموافقة، أعطيني الموافقة وأعطيني التعويض اللي طلبت لك، راني صيفت لك رسالة على التعويض، ما زال ما كمل الشهر ديال التعويض. هنا متفقين، هنا راه غادي نتفقين، ولكن الطلب راني درت لك ودرت لك في اطار مقتضيات الفصل في شهر 17/2/2021 الى يومينا هذا مازال ما تلقيتش الجواب. اذا ما تلقيتش الجواب ما هو الا رفض. اذا هذا تدبير الشان المحلي بجمع الحضاري المكناس ما خضعش للمبادئ حكم جيده، وترجع بانني تقدمت في 22/9/2020 عبر البوابه الالكترونيه بطلب يرمي الى سويه البنايه مع تعليا في حدود الطبق الثاني، واللي حتي إلى يومنا هذا لم أتلقى أي جواب من الجماعة الحضرية والتطبيق وفقا للطرق المحددة بالمادة 40 و43 من المرسوم رقم 577/18/2 بضابط الموافقة لضابط البناء العام. هنا أنا تنشوف علاش ما بغوش يعطيوني هذا القرار، ولا سيما أن وهنا أنا مازال غادي نرجع ونأكد وراه ما غاديش نتنازل على بلادي وعلى بلادي، ماشي الحق ديالي ديال العقل الملكي ديال العقار ديالي اللي تنملك، ماشي الملك. أنا ما فهمتش دابا أنا علاش ما بغاوش يسجدوا دوك السطوحة ولا داكري، هذاك راه حق في حق الحقوق العينية واللي هو دارت ها هي الواجهة، راه مازال تنقولها علاش رفضوه خلاوها هذه ها هي الواجهة اللي هي جميلة بتقيوصات بالقرمود والخضر بكذا ويمشي سطح موحد اللي طالع للساحة الهديم. إذن هادوك المدكاكي اللي تابعي الجماعة هادوك يتعاودوا، وهادوك الديور اللي هو ملك الخاص ما غاديش يتعاودوا. علاش ما غاديش يتعاودوا؟ واش محيت ملك خاص؟ واش ماشي ملك عام؟ واش ما يقولوا لي واش باغي تشوها واش باغي تخلي؟ انا راه ما متفقش انا على داك الشيء اللي هو كاين، انا راه براسي انا ما متفقش واش قابلين يضر غير تبقى الخيمه واش يبقاو السطوحه شي طالع شي هو شي نشر التصبين ديالو واش تقلبوا على الوجهه السياحيه. وراه عندكم الاساس القانوني، الاساس القانوني هو مدونه التعمير، هو مدونه التعمير راه يمكن لا دار واحد واجهه معماريه، يمكن لكم تنسقوا مع الهيئات المهندسين المعماريين ولا سيما الهندسه المعماريه ويدير لكم واحد واجهه معماريه واللي هي تتناسق وتحط ودرك لي وداك الشيء اللي هو كنتو غادي تصرفوا عليه تحط حتى الناس اللي ما عندهمش غادي ديروا دوك ديروا ديك لافاساد وتشدوا منهم حتى الناس باش غادي يجيو يبنيو. هذه الاولى وما غاديش نذكر هو غادي هنا واش حضرت المجلس الجماعي ديال مدينه مكناس، واش حضر في الذكرى ديال المهندسين اللي تمات مؤخرا في الاسبوع اخر الاسبوع هذا اللي داز في ارفود بشأن الخطاب ديال الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله اي والله وتراه بشأن موجه للمهندسين المعماريين، واش مشاو حضروا؟ اذا هنا واش هنا تنجي واش غنبقاو نتصنتوا للخطاب؟ اذا ضرر تنقول لك السيد الرئيس الجماعه
انا راه هناك خطابات ملكيه، راه يجب احترامها، يجب احترام التوجيهات، وراك رجل دوله، انا راه تنقول لك اعطيني 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 جاوبني على الطلب ديالي، ما تقول ليش انا راه ما غاديش نجاوبك، ما غاديش، انا راني عطيتك واحد المجموعه، عطيتك واحد المجموعه، انا هذه مجموعه من الاراء اللي تنعطي، قبلتيها ولا ما قبلتيهاش، ولكن انا تنقول لك اعطيني حقي. اذا تقدمت بطلب الحصول على مقهى واللي هو مخلص فيه الواجبات وعندي اقرار من الجماعه التي تقر في ان المتسجل. اذا هنا علاش المشرع ديال قانون التنظيمي رقم 113-14 اللي تيقول لك النشر قرارات تنظيميه، واش نشر بان كاين شي قانون اللي هو تينص بان يجب يدلها بتصميم مصادق عليه من طرف قسم التعمير الا بغينا نحصلوا على الرخصه المقهى؟ يقول لي لا كاينه، يقول لي انا ما كاينش، انا ما غاديش يطير لي، غير اعطيه ليه، اعطيني السند القانوني. راه قال لك السند، راه قال لك سيدنا الله ينصره دار الخير، رجع للخطاب ديال 2017، راه تيقول لك سيدنا ديال واضح، تيقول لك ولو ما يكونش الرفض بدون سند قانوني، اعطيني السند القانوني الذي خول لك دار الخير المطالبه هذاك التصميم. انا ما تنطلبش لا نبني ولا ندير حتى شي حاجه، طلبت لك رخصه المقهى. اذا كيفاش بغيتي دير هذا الاستثمار؟ هو كيفاش الموضوع ديال الاستثمار، كيفاش بغيتو ديروا، كيفاش بغيتو ديروا؟ ها هو دابا احنا مقبلين على واحد مجموعه من الاستثمارات، يقولوا لي بالله عليكم هذا الخير، بالله عليكم هنا انا غادي نجي، هنا غادي نجي نهضر، انا غادي نجي نهضر وتنهضر دابا وغادي نتكلم مع المستشارين الجماعيين. واش كاين مكتب الارشيف الجماعه الحضاريه مكناس؟ رجعوا للماده 50 من القانون التنظيمي رقم 113-14 متعلق بالجماعات، راه تيقول لك يجب خضوع مجلس الجماعه الترابيه لمقتضيات سميتو القانون 69-99 المتعلق بالارشيف. راه غادي يمكن لكم تشوفوا واش عندكم طريقه، شنو هو علاش هذاك؟ ها هو بحال المحكمة، المؤسسة القضائية من مكناس، المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية أو المحكمة الإدارية أو المحكمة الاستئناف، راه عندهم مكتب وعندهم واحد المقر اللي هو مديور ديال ليزارشيف ديال جميع الأرشيفات اللي هما كاينين، راه هما مديور هذا الخيري بناية، راه هي مديورة، كاينين ناس مؤهلين واللي هما كاينين متواجدين في الطريق ديال المجاط. هنا واش عندنا؟ هنا فاش تنجيو ناس مواطنين هناك مهاجرين مغاربة تيكون جاي في الطريق تيتجلالو تيدير حديثه تيمشيو له الوثائق تيمشي تيخمات بلا ما تيدير حريده تيكون عنده هنايا تيدخلوا له ناس يهزوا له الوريقات ديالو تيتسرقوا فاش يجي للجامعات يقولوا له احنا ما عندناش. راه هادشي راه غلط لا يعقل، والقانون المشرع المغربي لم يغفل على اي شيء، راه حدد القانون 69-99 متعلق بالارشيف اللي تسناف يمكن الا ما نكذب في 2000 ثاني يمكن ما نكذب الا المهم راه هو كان 69-99. اذا هنا الماده 50 راه كاينه هنا، رجعوا القانون 50. اذا هنا انا راني تنطرح سؤال، ما هو دور المستشار الجماعي؟ انا راني تنطلب واش نتوما واش هذا الوضوح؟ اذا الا كان هذا الوضوح راه ما غاديش نبقى وانا بجيب، وانا راني غادي يمكن لي نواخذ، ربما يمكن ما غاديش نقول نواخذ، وغادي ندير واحد المجموعه من الملاحظه. اذا المستشار اللي تيبداو يمشيو عند الموظف راه ما خصهمش يخليه موظف ثقة. علاش؟ لحقاش راه هو في الوقت هذاك الرئيس راه هو المسؤول الاول والاخير على منظمة التصنيع. انا راني غادي نقول لكم، غادي نقول مستشاري جماعيين، راه باش يمكن لا تنجح تدبير شؤون يجب واحد مجموعة احترام واحد المبادئ. اولا تقسيم العمل، هذاك تقسيم العمل حيت تنقول تقسيم العمل كل واحد تيدير شويه 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 شويه، لا من المستشارين ولا من الموظفين. هنا فاش تنديروا كل واحد يتخصص وكل واحد يتخصص، هذا تيتخصص في التعمير، هذا تيتخصص في الثقافه، هذا تيتخصص في هذا، راه غادي تكون الجوده وغادي نوصلوا. اذا التدرج، التدرج راه خصنا ما خصناش نفوتوا على، اذا انت تقول متدرج، انت السيد الرئيس انت تقول ما بغيتي حتى شي واحد يدوز كذا الاخرين، حتى شي واحد ما عنده الحق باش غادي يدوز، ايوا حتى انت يا السيد الرئيس راه عندك قانون، عندك دستور يجب احترامه، عندك توجيهات ديال سيدنا الله ينصره راه خصك تحترمها. تيقول لك الا ما جاوبتينيش، راه عندك القانون 55-19 راه الا ما جاوبتينيش خصك تعطيني موافقه. انت ما باغيش، انت كرئيس الجماعه ما تبغيش المستشارين وهما عندهمش الحق القانوني تيمنعهم باش يمكن لهم يهضروا مع الموظف باش يعطيوهم الاوامر الموظف. هذه متفقين حنا، هذه علاش باش تكون الاخير بان هذاك المجموعه من المجهودات او الانشطه التي تقوم بها لها هدف واحد وصادرة من جهة رئاسة واحدة. إذن هنا تنقول يجب، هنا وتنقول وتنطلب منك السيد الرئيس يجب تطبيق مبدأ الانضباط و
وضبط والسلوك والتأديب اللي هو خالف القانون واللي هو خالف القانون لا بالنسبة للموظف ولا بالنسبة للمواطن. المواطن خاصه يجب تطبيق القانون الزجري الذي يعاقب القانون. هنا انا غادي نجي وغادي نولي نرجع اذن هنا شكون اللي ما تيبغيش يجاوب، شكون اللي ما باغيش يجاوبني، واش الموظف ولا انت السيد الرئيس؟ لا انا قلتي لي ما وصلتيش، انا قلتها لك وفيت هضرت معك، ولكن دابا انا راني مازلت نقولها وراني غادي نقولها ولا زلت مليح. ثلاثه الطلبات عندي بدون قرار، راه اللي يسمع راه يضحك علينا، راه اللي يسمع يضحك علينا. خليو هذا الشيء غير بيناتنا، خليو هذا الشيء غير بيناتنا، غير هنا في وسط الدرخري في وسط العاصمه الاسماعيليه. خليو هذا الشيء، يعطينا الله يجازيكم بخير الا ما عطيونا، عطيوني القرار ديالي. انا ما فهمتش دابا انا علاش ما بغيتوش تقوم بالمهام ديالك انت او الوكاله الحضريه وقسم التعمير، القسم التعمير ديال الجامعه الحضريه وقسم التعمير ديال الوكاله، علاش ما بغيتوش تقوم بالمهام المسنده اليكم بفصل مقتضيات القانون 66/12 المتعلق بمراقبه الزجر؟ هذاك البني اللي هو الدار فوق الملك العام ومن ساحه تهديم واللي بين مبدا الشرط، راه تنقول لكم هذاك البني اللي دار راه يشكل وخلق سفير اللي مبدا سمو العهدات والاتفاقيات الدوليه المنصوص عليه في فوق التشريع الداخلي، المنصوص عليه في الفقره ما قبل الاخيره من تصدير 2011، لكون هذاك البناء الجديد يشكل خرقا سافرا لاياش الماء لمبدا عدم المساس بالحقوق العينيه المنصوص عليه بالماده 6 من الاتفاقيه الدوليه الصادره عن منظمه الامم المتحده والتربيه والتعليم اليونسكو اللي في باريس في سنه 1972. إذن هنا ويشكل خلق سافر اللي مبدأ الشرط. إذن هنا أنا ما زلت نقول لك راه خاصك تقوم، علاش إلا غادي تقول لي أنا مشيت وتيقول لك هما أنا ما عندكمش الحق باش غادي تدخلوا، إلا ما عندكمش باش تدخلوا راكم رخصتوا، شنو رخصتوا؟ شنو رخصتوا؟ واش رخصتوا باش يتبنى ذاك البني؟ إلا رخصتوا باش يتبنى ذاك البني عطيونا غير السند القانوني وعطيونا هذا الآخر يوضحوا لنا، غير جاوبوني، جاوبني على الطلب اللي تقدمت لك التدخل من أجل هدم البناء الجديد الموحدات فوق الملك العمومي لساحة الهديم. جاوبني، جاوبني بكل صراحة، جاوبني، راه سيدنا تيقول لك جاوبني، اعطيني المبررات، راه تيقول لك القانون جاوبني. انا ما ماشي تنتخلق تنهضر معك واحد بواحد، راه تنهضر معك بهضره اخرى. انا راه ما فهمتش دابا ان راه هذه الغيره ديالنا، راه يمكن ناس راه هو تيجي وتيجي عليه واحد تيتوافدوا، وراه غادي نقول لكم انا عندي واحد مجموعه من الاتصالات راه مراكش اللي دوني الى ساتوري ولات عمرات، المستثمر ما لقى فين يستثمر لداخل في وسط مراكش، راه القلب النابض الوجهه السياحيه خصنا نكونوا سباقين، خصنا نكونوا سباقين 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 هضره اخرى، نجلبوا المستثمرين نجيبوهم لعندنا، راه عندنا واحد الجماليه. شنو درت يا السيد الرئيس في دابا؟ واش حركتي الدراسه باش غادي تخرج للوجود حمايه هذيك البيئه اللي متواجده في ديك المنطقه الهضبه بوفكران؟ انا ما غاديش نقول لك واللي غادي نقول لكم واللي غادي نختم لكم شنو هي هذيك النتائج وهذاك الشيء اللي عطاوك دوك المصالح الخارجيه، شنو هي في برنامج العمل، شنو هي التوصيات، وشنو هي واش حنا كاينين شي حاجه ما غادي نقدموا، شنو هي اللي غادي نجتهدوا. انا راه بغينا عافاك الله يجازيكم بخير، بغينا شويه الوضوح والسكينه، يمكن الناس تبغي الوضوح، وراه السكينه راه هو كيف يعقل بالله عليك اللي هو انا تندوز وندوز من هذيك المنطقه ديال السكاكين وتنشوفها بهذيك الطريقه. انا راه تنقول لكم شوفوا الشق الاجتماعي راه داخل في الاقتصاد ديالكم نسق مع المصالح الخارجيه، وراه عندكم رئيس الحكومه الحمد لله تابع للتجمع الوطني الحران اللي تنتمون ليه، وراه يمكن فتح هذا الحوار وفتح هذا، راه عطيوهم ناس الباع المتجولين متواجدين في هذيك المنطقه اللي تيبداو من المحيط من باب من الرياض الجامعي حتى لدار الشيخ الكامل، لقاو لهم شي حل اللي هو جد مناسب الذي يرضيهم، عطيوهم واحد الحل توافقي. الا بغيتوا السياحه تشجع، راه تيقيلوا الناس يبغيو يدوزوا الملاح القديم وتيبغيو يدوزوا الملاح الجديد في وسط السكاكين، وتيبغيو يهودوا على الهبطه ديال باب الريمه، وتيبغيو يدوزوا على دوك الدروبه، ولكن ما تلقاوش راه الجواد راه خيره الملك العمومي اصبح هذا غير محترم وغير منطبق. ديروا هذا هي راهنا ما سبقنا بان كاينه واحد الدراسه اللي هي غادي توجد وغادي دار، ولكن خصنا ننقيو الدراسه بوحدها والتنقيه بوحدها، وراه خصنا نكونوا حنا واجدين، ماشي حتى تجي الاشغال وعلى الاخر نقولوا دوك الناس على الاخر يسريو وشوفوا جلسوا معاهم. هذوك راه ابناء ديالنا، راه ابناء ديالنا، شوفوا لهم راه كاين وعاءات عقاريه ديال الجماعه، اين ما كاينش على الاخر يشريو وعطيو لهذوك الناس، هذوك راه طبقات راه مغاربه، عطيوهم فين يمكن لهم يجوا يستقروا ويعطيهم استقرار ويبداو يخلصوا الواجبات ديالهم ويديروا التغطيه الصحيه ديالهم ويديروا التغطيه الاجتماعيه ديالهم ويخلصوا الضرائب ديالهم.
انا هادشي اللي غادي نقول، وهذا دور كامل، هذه رساله تنوجهها جميع المستشارين في الجامع الحضري ديال مكناس، تنطلب منهم انا مستعد لتقديم المساعده ونتناقش معهم في هذا الباب، باش يكون العمل هو مبدا تسيد مبدا روح الفريق. هذاك روح الفريق شنو هو؟ هذاك توفير دار اخره المبدا والابتكار. خصنا باش مبدا والابتكار وروح الفريق نخدموا جميع كاملين، ونحاولوا نخدموا جميع، كل واحد يعطي الفكره ديالو، وربما ما غاديش نقول بان الرئيس بوحدو، باش غادي نكونوا كل واحد غادي نعطيو، غادي نجلسوا نتناقشوا، يمكن نختلفوا، ولكن غادي نخرجوا بواحد الحاجه اللي هي غادي تكون مصلحه للبلاد والساكن العاصمة الإسماعيلية بصفة عامة، غادي تكون عندها واحد المصلحة بصفة عامة غادي تكون، وكل شيء غادي يستفد، وكل شيء غادي ينتعش، وكل شيء، وغادي تكون فعلا غادي تسترجع، ماشي العاصمة الإسماعيلية عندها تاريخ مجيد، باش غادي نسترجعوا التاريخ المجيد ديال العاصمة الإسماعيلية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.